السلام عليكم طلاب، وصلنا وياكم للمتعلم المركب صار الثاني خامس. مبين الناس أرقام قوس 14 و10 سنتيمتر، اختبرها على شكل متباين. العفو هاي 2 مو 12. اوكي، فش اسوي؟ اقول 10 2 زائد 13 اكبر من 10، خليت ال 2 زائد 13 اكبر من 10. هل هذا الكلام صحيح؟ يعني هاي راح تصير 15 أكبر من 10، ال 15 أكبر من 10، إذا هذا ما يشكل، هذا ما تحقق الشرط. أوكي، خلينا نجي اختبره بيا شرط. شرط ثاني اللي هو 10 زائد 13، آخذ ال 10 ويا 13 أكبر من 2، فراح يصير 23. إذا هي شنو؟ هنا نتحقق الشرط، هاي صحيحة، هاي شو أقول عليها؟ خاطئ. خطأ، وهاي صحيحة، لأن 23 أكبر من 13، من 2، العفو أكبر من 2، فهنا تحقق الشرط. بالأول لا، خطأ لأن ما تحقق الشرط. فخل نجي نكمل وياكم التمارين. فطلاب التمرين من فقرة تأكد من فهمك، أول واحد مطيني، طبعا هاي التمارين تتضمن وحل المتباينات التي تتضمن وين. اوكي، هل نجي ناخذ اول تمرين اللي هو 4 اصغر من الواي ناقص 1 هنا 3. فشلون راح احلها طلاب؟ انتبهوا وياي شلون راح احل الناتج. طلاب اول ما اجي شو اسوي؟ هي هاي عباره عن متباينه. اوكي، خلينا نجي للنظير الجمعي. اوكي طلاب، هنا ايش راح اسوي طلاب؟ هاي الاربعة تبقى بمكانها، ما نقللها موجب واحد، وهاي الثلاثة تبقى بمكانها ونقل موجب واحد. شوفوا طلاب، هذا اشارته سالب، مرة نقلته هنا وغيرت اشارته الواحد، ومرة نقلته هنا وغيرت اشارته. واضحة الفكرة طلاب؟ هنا راح يصير 5، وهنا راح يصير الواي بوحده، وهنا راح شو يصير؟ 4. هسه ايش قايل لي؟ ثم مثلها بيانيا. بيانيا يعني رسم، يريد بيانيا يعني رسم. طلاب شلون راح ارسم الرسم؟ انتبهوا وياي. وصلنا وياكم طلاب الرسم. اول ما تيجي ترسم لهذا الخط، تحدد الصفر بالنص، الارقام الموجبه جهه اليمين، والأرقام السالبة جهة اليسار. فطلاب نجي 5، نحدد 5، 5 شنو إشارته؟ موجبة. إذن هاي 5، أوكي، هنا بما أنه بيها مساواة، عشان أسويها مغلقة، فترة شنو؟ مغلقة، عرفت طلاب؟ نجي للأربعة طلاب، الأربعة هي عبارة، هاي الأربعة إشارتها موجب، فهنا ما اقدر احددها، ما اقدر اسوي مغلق انها مفتوح لان ما بيها مساواة. واضحة الفكرة طلاب؟ ما ان شاء الله ماكو اي صعوبة. تعالوا يا طلاب لهذا السؤال، واداة الربط و هنا اكس زائد 6 اصغر من 2 اكبر من 2، وهنا و اكس زائد 6، يعني هذا كل واحد نحله بصفحة، ولو بعدين مثلهم على خط الاعداد.
اوكي طلاب، فنجي نحل طلاب. نجي على هذا اول سؤال، اكس اكس زائد 6، واضحه الفكره؟ زائد 6 ناقص اس زائد 6 اصغر او يساوي 2، فاكس زائد هنا الثانيه تنزل، والسالب 6 تشمرها ناقص سالب، اذا اكس راح شي يساوي لنا اكبر من سالب 4. اشارات الكبيرياء هو السالب واطرح. واضحه الفكره؟ تعال مثل وياي على خط الاعداد طلاب. نجي نمثل على خط الاعداد، فهنا الصفر وهنا الواحد اثنين ثلاثة الاربعة الخمسة الستة، وهنا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب اربعة سالب خمسة سالب ستة. طلاب ايش راح اسوي هنا؟ احدد هيك. اذا هي وين؟ بالسالب اربعة، هاي هي السالب اربعة. بما ان هنا مساواة شو اسويها؟ مغلقة. اذا هنا شنو؟ هاي السالب اربعة. عرفتوا طلاب؟ اكو صعوبة بالموضوع؟ ماكو اي صعوبة، خلينا نجي نحل هذه. اوكي؟ تعالوا حلوا وياي يعني هذا السؤال. الحلو مثل وجوهكم. فهنا اكس وهنا العلامة هاي تنزل وال 15 تنزل ونقلل لها الستة راح تصير سالب 6. فهنا اكس وهنا هاي العلامة ايش قد راح تصير؟ حوالي رجعنا لكم طلاب. طبعا من ساعة عذروني طفت الكهرباء فبين ما اشتغل المولد واجت يلا حضرت الامور ورجعت. فهنا 15 تروح ايش قد راح تبقى؟ 9. فهم تجي تحدد من الصفر الواحد اثنين ثلاثة الأربعة خمسة ستة هنا سبعة ثمانية تسعة. همينة نفس الشيء تجي تحدد الدائرة. هنا سالب ما اكو داعي اكتبه لان ما عندي شي شغلات، فتقدر انت اذا تريد تكمل سالب واحد سالب اثنين كمل لي اياها. فهذا هو حل هذا السؤال. طلاب وصلنا لهذا السؤال والرابط، او بالمناسبه ذاك ما قدر نسيت اقاطع لكم الناتج، فهنا انا راح اكتب لكم طبعا نواتج ذني شد خلي بثلاث تقاطع. المثال ذاك ناتج المتباينه ناتج هاي وناتج هاي وبالاخير تخلي تقاطع بيناتها. هسه هنا راح نجي للاتحاد، فهنا 8 واي ثمانية واي اصغر او يساوي اكبر او يساوي 64، وهاي الثمانية لازم اتخلص منها. شو اسوي؟ اقسم على 8، اقسم الطرفين على 8 حتى اتخلص. اريد الواي بوحد. اوكي اريد الواي شنو؟ بوحد حتى تختصر. فهنا ايش راح اسوي؟ 64 على 8 ايش قد بيها؟ بيها 8. واضحه الفكره؟ هذا اس الاولى راح يساوي لنا اكس قصدي العفو واي، انا ايش عندي واي؟ حيث واي اكبر او يساوي 8 وسد. تعال لهنا، تعال لهنا طلاب. فهنا 8 واي اصغر او يساوي 32، هنا راح اقسم المعادلة هم على 8 حتى تخلص. اوكي فهاي الثمانية وهي الثمانية تختصر تبقى الواي، وهنا 32 على 8 بيها 4. اوكي فالناتج الثاني راح شي يكون واي حيث واي اصغر او يساوي 4. هسه شو اسوي طلاب؟ بما ان قايل الرابط او معناته الناتج الكلي اللي هو اس يساوي لنا اس 1 اتحاد اس 2، يعني او معناته اتحاد. فايش راح يصير الناتج؟ اللي هو واي حيث واي
أكبر أو يساوي 8 اتحاد y حيث y أصغر أو يساوي 4 وسد القوس. أوكي طلاب، واضحة المعلومة؟ أكو صعوبة؟ ماكو أي صعوبة إن شاء الله. طلاب هذا ضمن الأمثلة هم موجود سؤال مشابه إليه. لا بدوخوا لها، مجرد غير الزد، كان عنده x y غيرها بالزد، فهنا 2 زد على 3 يساوي 2 على 3 أو معناته اتحاد، وهنا 2 زد على 3 وهنا 8 على 9. شوفوا طلاب، أول مرة أجزئ الحل، أجعل هذا أحله وأجعل هذا بعدين أحله، فأجعل هذا اللي هو 2 زد على 3، مو صح لو لا؟ واضحة الفكرة؟ وهنا 2 على 3. طلاب باعوا للطلاب، أريد أضرب عصفورين بحجر واحد، يعني شنو؟ أول مرة شو أسوي؟ أتخلص، أريد أتخلص من هاي الاثنين ومن هاي الثلاثة، أريد زدت بواحد، شو أسوي؟ أضرب في مقلوب هذا الكسر، يعني معناته 3 على 2، أضرب المعادلة كلها بهذا مقلوب هذا الكسر. باعوا طلاب ركزوا لي، النظير الضربي اضرب في مقلوب هذا الكسر، طبعا انا كلامي خلصت ان شاء الله باكر اشتري 3 على 2 وهنا في 3 على 2 قلبت الكسر على مود يصير عمليه اختصار، وهذا ويا هذا هذا ويا هذا، اوكي هذا ويا هذا هذا ويا هذا، اذا زيت راح شو يساوي لنا 1، اذا اس 1 راح شو يساوي لنا زيت حيث زد أصغر من 1 وسد القوس. واضحة الفكرة؟ أوكي نكمل اللي جاء. هنا 2 زد على 3 هم نفس الحالة، 8 على 9 نفس الحالة، أضرب في مقلوب هذا. تعال أضرب لي بعد أبوك 3 على 2 3 على 2. واضحة الفكرة؟ هنا أكو اختصار وهنا اختصار، الزيت راح تبقى بضحتها، هنا اكو اختصار. طلاب باعوا لي الثلاثة وهي التسعة بها، هاي بها ثلاثة، هاي بها واحد، هاي اكو اختصار ان هاي بها واحد، هاي بها اربعة، يعني على اثنين قسمت، قسمت على اثنين بها واحد، هاي على اثنين بها اربعة، يعني راح يصير اربعة على ثلاث. واضحة الفكرة؟ هسه شو اسوي؟ شو اسوي لازم؟ فزت راح شو يساوي لنا؟ اذا اس 2 راح يساوي لنا زد حيث زد اكبر او يساوي 4 على 3 وسد القوس. هسه الناتج النهائي اللي هو اس 1 اس كلية راح يساوي لنا اس 1 اتحاد اس 2 اس 1 ايش قد معناته؟ اللي هي زد حيث زد من 1 وسد القوس. النوبة هاي جهة اتحاد، الاس 2 ايش قد؟ اللي هي زد حيث زد 4 على 3. طلاب هنا ما رايته على خط المستقيم، رايته بيانيا رسم. بالمناسبة أنا بالمثال الأول غلطت، بيانيا يعني رسم. واضحة الفكرة؟ فهسه راح أجي أكمل وياكم الرسم. فطلاب هسه راح نحدد القيمتين للزد، أول مرة زد 1 هذا هو محور الزد، أوكي ماكو بعد محور ثاني حتى أرسم إيش متعمدة، هذا زد بزد هو نفسه، فزد 1 قيمته هذا قيمته، أوكي زد 1 زت الثانية راح يصير 4 على 3، بس هي 4 على 3 هنا الواحد، هنا 4 على 3 راح اسويها مغلقة، ليش؟ لان بيها اكبر ومساواة. واضحة الفكرة؟ طلاب عندي هذا السؤال مشابه الباقي، اذا نشل الامثلة فقايل لثلاث اضلاع هل يمكن رسم المثلث؟ تعال خلينا نجي نختبرها. لو اقول 4 زائد 5 أكبر من 9، هل هذا الحكي صحيح؟
هاي العبارة خطأ. ليش؟ 4 زائد 5 9. يعني لو قايل بيها مساواة كان قلت له اي صحيح. اوكي تعالوا يا خلينا نقول 9 زائد 5 اكبر من 4، هل هذا الحكي صحيح؟ هذا خطأ. ليش؟ لان 9 زائد 5 15 مو اكبر من 4. واضحة الفكرة؟ لو اقول خلينا نقول 9 زائد 4 اكبر من 5، هل هذا الحكي صحيح؟ هذا هم خطأ. إذن لا يمكن رسم مثلث بهذه الأضلاع، ما يمكن أرسم مثلث بهاي الأضلاع. واضحة الفكرة؟ أوكي طلاب اللي جاي انتهت إحنا محاضرتنا، فراح أصور لكم تمارين اللي هي عليكم هاي التدريبات تحلوا ليها وتكتبوا ليها بالتعليقات. أتمنى منكم تشاركوني بالتمارين، أتمنى منكم واحد أو وحدة يطرحني مرة وحدة يحل تمرين وكتبه بالتعليقات. أمنيتي هاي صارت بالحياة. شكرا لكم.